زي ما حضراتكم متعودين معانا بيكون معانا الفقره الدينيه كل يوم جمعه مع الداعيه يوسف عادل، وبنستكمل معاه مسيره كده يعني يمكن يكون احنا اخترنا مسيره الف ب دين، وكنا بنتكلم عن كل تفاصيل الدين الاسلامي، وكمان بنتكلم عن الصلاة. ويمكن احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الصلاة واتكلمنا في بعض الحاجات فيها والحاجات الصحيحة، ولسه هنكمل معاك وكمان في فقرتنا النهاردة باقي الكلام عن الصلاة علشان ربنا كده ان شاء الله يتقبلها مننا. ازيك يا يوسف حبيبي يا شيخ؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله كله تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، وربنا يا رب يعيننا على الصلاة الصح. ومبسوط ان بعض الناس اللي بدأت تسأل شوية اسئلة كده عن الصلاة ببساطة حاولنا نوضح المرة اللي فاتت. لكن قبل ما ادخل في الصلاة حابب اقول خاطره، زي ما بحب دايما كده في اول فقرتنا نبدا بحاجه، ان عارف لو كل انسان بدا ياخد قصه الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم السائل ايه افضل الاعمال؟ قال الصلاه على وقتها. افضل اعمال ممكن تقرب بيها لربنا ان احنا نحاول نحافظ على الصلاه في وقتها، يعني احنا الفجر كلنا مقصرين في صلاه الفجر طبعا، وبنصحى الصبح نصلي، لكن على الاقل نحاول ان احنا نعمل توازن ما بين ان احنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونجتهد ان احنا على قد ما نقدر ربنا يمن علينا بصلاة الفجر، هنلاقي خير في حياتنا مش هنتوقعه ابدا، ومحروم الانسان اللي بعيد شوية عن صلاة الفجر. لكن احنا عشان بنمشي ألف ب دين فمش هنطلع نتكلم الناس في الصلاة على صلاة الفجر، احنا بنبدأ بنقول ايه يا جماعة تعالوا نبدأ بس ايه نصلي، وبنكلم الشباب الصغير الجميل الحلو اللي ممكن يبقى جميل جدا وبيحب ربنا قوي لكن مش مدرك أهمية الصلاة، ومش مدرك طبعا الصلاة اللي يسيبها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل ده واد في جهنم. فاحنا مش قده، احنا مش قد ان احنا نتعذب دقيقة. والصلاة الحاجة اللي اول شخص هيتحاسب عليها الصلاة، واتقبلت يبدأ العمل يبدأ بقى تتحاسب. فلما تفهم الولاد الصغيرين كده تقول له اهم حاجة في حياتك الصلاة، وتفهم الولاد اللي لسه في كي جي 1 وفي اولى ابتدائي وفي ثانية ابتدائي تقول له اكتر حاجة في حياتك لو ما سبتهاش من وانت صغير وتعودت عليها الصلاة، اعرف ان حياتك هيبقى كلها خير وحياتك هيبقى كلها بركة. ليه بقى؟ لان في صلاتنا خلي عشمك في ربنا. يعني ايه خلي عشمك في ربنا يا شريف؟ في حياتنا احيانا بنعشم في بعض، احيانا بتلاقي شخص تقول انا عندي عشم في الشخص ده، لما عندك مشكلة كبيرة فتلاقي مثلا ايه جالك مقابلة من فلان الفلاني، فتلاقي جواك تقول ايه خلاص مشكلتي اتحلت. العشم في الحياة اللي احنا بنعيشها النهاردة ربنا كل يوم بيثبت لك انك اوعى تتعشم في حد في البشر غيره، اوعى تروح لحد وتخبط على بابه غير باب ربنا. هل افضل من باب تقرب بين ربنا غير الصلاة؟ واسجد واقترب. ربنا بيقول لك عايز تقترب مني، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. عايز تدعوني، عايز تكلمني، عايز تفضفض ليا، يلا صلي واسجد، يلا صلي وقول مشاكلك، يلا صلي وعشم فيا. الله عز وجل هو احق ان احنا نعشم في ربنا اكتر من البشر، مش هيخذلك طبعا. حتى ربنا لما ربنا بيحبك فحتى لما بيبتليك بيبقى من باب الحب، ويبتليك من باب انه بيعلي درجتك، وبيبتليك علشان يربيك وعلشان يعلمك، علشان خاطر هو عارف ربنا انت حياتك هتبقى فين وانت اخبارك ايه في حياتك في المستقبل. فربنا بيقويك ببعض الابتلاءات، بيأهلك لبعض الابتلاءات. فربنا يقول لك قويها ازاي؟ بالصلاه، بالصلاه الصح، بالصلاه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، نطمئن في الصلاه، نبقى بنقول الله هو اكبر. هو الله هو اكبر بجد، الله اكبر من اي مشكله، من اي لعبه بنلعبها، من اي مسلسل بنتفرج عليه، من اي حاجه، الله هو اكبر. فالعشم في ربنا لما نعشم في ربنا في الصلاة مش هتعشم في بشر، فالبشر هيبقوا بالنسبة لك إيه؟ ما هم إلا أسباب. لأنه والله اللي متعشم في ربنا مجبور، واللي متعشم في الناس مكسور، دايما هيتكسر بخاطرك، ودايما هيحصل لك حاجات ممكن تفقد أجمل حاجات جواك بسبب الخذلان من البشر. لكن ربنا لما تعشم فيه يزيدك جمال ويزيدك أنوار ويزيدك حكمة، ويخليك تمشي في طريقه. يمكن يعني ربنا دايما بيخلي اي بني ادم مثلا لو ادى خدمه لحد او حاجه ده سبب من عند ربنا ان هو يقدر يخليه يساعد الشخص ده. في ناس بتغيب عنها حته ربنا للاسف، يقول لك الشخص ده اللي الله ساعد. حلو قوي يا شريف، عشان كده لما حد يخدمنا نرجع الفضل لربنا. صح، يعني احنا خلي بالك، حلو قوي فكرتني بحاجه. جميل قوي انك انت تحب اولادك، بس حب اولادك بتقرب فيها لربنا. بتكرم زوجتك،
وبتتكلم معاها وبتخاف عليها تقربا لربنا. يعني كل حياتنا بنعمل كل حاجة هو تقرب إلى الله عز وجل. آه هو احنا بنحبهم لكن في النهاية احنا بنتقي ربنا فيهم كمان. فالله يحبك لما انت تعمل كده مع أقرب الناس ليك وانك انت تساعد الناس. لكن الشيطان بينسينا فعلا لما حد يعمل معاك حاجة حلوة ينسيك من صاحب الفضل. صح. ويفكرك صح. ببشر. علشان كده احنا مقبلين على الصلاة وتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض الأوضاع، هنصلي كذا وإيه الغلط. النهاردة هنقول بعض الأذكار اللي بتتقال في الصلاة. يعني المرة اللي فاتت احنا عملنا سريعا كده على الهواء ازاي بنصلي، بعض الحركات الخطأ اللي كلنا بنقع فيها وكلنا بنتعلم، انا اول حد بيتعلم. فاحنا اول ما بنكون مقبلين على الصلاة بيبقى في حاجة اسمها ايه؟ النية. ما اتكلمناش فيها المرة اللي فاتت. ان انا نيتي ان انا داخل اصلي الظهر، داخل اصلي العصر، فنيتي ان انا نيتي محلها القلب. يعني انا في النهاية مش شرط اقول نويت اصلي صلاة الظهر، نية محلها القلب انك انت بتتوضأ وبتدخل تصلي، فهنا النية كفيلة خلاص كده. فأول ما قلنا الله أكبر ما قلناش المرة اللي فاتت دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح أدعية كتير، كل إنسان حسب ما ربنا يصل ليه ويحب الدعاء اللي هو حبه. يعني أنا من الأدعية اللي بحبها قوي وحافظها وبحب أن أنا أقولها مثلا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده دعاء يوسف بيقوله. النهارده في ادعيه كتير قوي ممكن اي حد يشوف اي دعاء يلمس قلبه. الفكره كلها ان بلاش الاسطمبه، يعني بلاش انا عايز اقول دعاء وخلاص. حسه، حس ان انت بتقول يا رب باعد بيني وبين خطاياي، يا رب انا عايز الخطايا والذنوب بتبعد. فقول الدعاء اللي اول ما تحس انك بتقول الله اكبر بدا يعيشك في اجواء الصلاه، علشان وانت بتدخل تبدا تدخل تقرا سوره الفاتحه وسوره صغيره او حسب ما ربنا يصل ليك، انت خلاص بدات ايه؟ تستشعر حاله الخشوع. لان اصل الصلاه احنا عايزين نعيش حاله الخشوع، عايزين نحس ان احنا في صلاتنا قريبين قوي، عايزين نحس ان احنا استحضرنا قلبنا. يعني كانك بالظبط بتجيب قلبك من مشاكل الدنيا ومن الصراعات اللي احنا داخلينها ومن فلان وفلان وفلان، انت بتحاول تحضر قلبك في الصلاه. فانت بتقول الدعاء الاستفتاح كانك خلاص بترمي الدنيا ورا ظهرك. من اول ما بتقول الله اكبر انت رميت الدنيا ورا ظهرك وبتقول دعاء الاستفتاح. طيب دعاء الركوع، لما ركعنا المره اللي فاتت قلنا بنقول ايه؟ سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. مظبوط. وفي ذكر تاني جميل ان احنا نقوله، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ونبدا نقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ليه بقى؟ لان من اركان الصلاه او من الحاجات اللي تخلي صلاتك مقبوله وتبقى ان شاء الله باذن الله تيجي يوم القيامه تلاقي صلاتك حلوه، هتلاقي حتى في الاركان كده يقول لك ايه؟ الركوع، الركن اللي بعديه حتى تطمئن. يعني كل في اركان الصلاه كل ركن هتلاقي بعديه ايه؟ الاطمئنان. يعني انت بتقف الاطمئنان، الركوع وبعدها الاطمئنان، السجود بعدها الاطمئنان، الجلسه بين التشهد الاطمئنان. يعني ايه؟ يعني انت بتركع لحد ما تطمئن. فانت بتطمئن سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. المقصود معلش يا يوسف بالاطمئنان اللي هو ان اكون استكنت في مكاني او ثبت او حسيت ان انا خدت الوضع تمام مناسب ان انا اكون في الوضع ده فعلا. كل الاعضاء حسب اللي انت النهارده راكع كل اعضائك اطمئنت خلاص وقفت. اللي هو زي ما انت قلت المره اللي فاتت مثلا في الركوع، لو حد حط كوبايه ميه على ظهري مش هتتهز. بالظبط. الاطمئنان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، بس من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي لما كان بيكون امام، خلي بالك هنا الفقه، النبي لما كان بيكون امام كان بيسر الصلاه وبيقلل الصلاه. ليه؟ اللي وراه ما هوش عارف المريض التعبان والخطبه كمان كذا. كل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار ايه المواقف، يختار الايسر. النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي بالليل لما يصلي قيام ليل، ده في مره قرا سوره البقره وقال عمران والنساء. انت متخيل في ركعه؟ لا في ركعه، يعني اللي هو انت متخيل. احنا عملناها قبل كده في مسجد على فكره، بس مجموعه كده عملناها. انت قعدنا مثلا حوالي 4 ساعات. كان بالاتفاق صح؟ طبعا. عايز اقول لك موقف حلو قوي، ان في مره احنا عملناها مرتين، ففي مره حد دخل وهو ما يعرفش، فيعني صعب عليا قوي. يعني هو داخل ومش عارف، احنا كل اللي كانوا واقفين كنا متفقين طبعا، يعني لان طبعا مش مطلوب ده. طبعا. احنا كانت مجموعه متفقه ان احنا هننفذ سنه النبي في دي مره، لكن ما حدش يقدر يعملها اكتر من كده. يعني انت وانت بتركع انت جسمك بالكامل فعلا في طقطقه، عارف انت اللي هو انت واقف كده. بالظبط. لكن النبي لوحده احمل. فلما تطمئن خلاص انت قلت سبحان ربي العظيم. حلو. طيب سجدنا سبحان ربي الاعلى 3 مرات بهدوء خالص، وبعد كده سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ايه تاني؟ ادعي بقى.
هنا اللي بقول ايه، يلا نعشم في ربنا. انت مش عندك طلبات، انت مش نفسك في زوج صالح كويس يكرمك، انت مش نفسك في شغلانه، انت مش نفسك في كذا. ما هو السجود، السجود انت كل يوم 5 مرات، ده الفروض بس. انت بتسجد لربنا، اطلب اطلب وقول له اللي انت عايزه، وهو اكتر حد حاسس بيك واكتر حد بيحبك، ولما بيمنع الخير ليك هو اللي يعلم. فالنهارده السجود، واي دعوه ما بتستجابش وانت ساجد انت مستفيد، لانها بترفع عنك قدر مش كويس، لانها يوم القيامه بترفع درجاتك عند ربنا. فتيجي يوم القيامه تلاقي حسنات انت مش عارف الحسنات دي منين، تلاقي من دعوات انت دعيتها. طب ما احنا مش خسرانين يعني، في النهايه استجابت انت مبسوط، ما استجابتش انت في شر اترفع عنك قدر، وفي درجات اترفعت يوم القيامه تروح تلاقي مكانتك في الجنه. وخلي بالك يا شريف، يعني هتستجاب بإيمانك بالاستجابة، اليقين، اليقين بالظبط، انك انت لازم تدعي بيقين، وربنا يغير لك الدعوة او يصرف عنك حاجة سيئة بيقينك، لان ربنا اللي عالم انك لو جبت العربية النهاردة قد تكون العربية دي سبب انك تفقد حياتك او سبب انك كذا، فربنا يأخرها عليك بس يكرمك قصادها بحاجة تانية. فانت قاعد بتدعي وانت ساجد، وتبدأ تستشعر اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فاقعد اقعد اقعد وادعي كتير قوي. ولما حد سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اكتر حاجه تدخله الجنه، قال له ايه؟ اعني على نفسك بكثره السجود. اعني على نفسك يعني معنى كده، اعني على نفسك يعني تقيل على قلبي. عين نفسك انك انت دايما تكسر من السجود. تكسر من السجود يعني معنى كده هتكسر من الصلوات والسنن وقيام الليل. بس احنا لسه في الف ب د، فبنتكلم على ايه؟ على الخمس فروض. فعايزين نحقق المعاني دي في الخمس فروض. طيب خلصنا الـ السجود، نيجي للتشهد. احنا خلاص بنعيد تاني بقى، يعني بنعيد تاني الفاتحة حسب مزبوط. حسب الركعة والكلام ده. في التشهد، التشهد الأول، وخلي بالك الكلام اللي احنا بنقوله ده، خلي بالك يا شريف، أنا تعاملي كله مع شباب صغير، الكلام اللي احنا بنقوله ده الشباب الصغير مش عارفه حقيقي. يعني خلي بالك في شباب لحد النهاردة لسه مش عارفين هو ايه صلاة الفجر من صلاة الصبح. يعني في ناس أنا قابلتهم كده مفكرين ان صلاه الفجر دي حاجه وصلاه الصبح حاجه. هم عارفين، والله في ناس كده، هي في ناس ممكن تضحك وتستغرب، لكن في ناس كده. فلما بنحاول نقول للناس دي، بنحاول نقول لهم الف ب د الحاجات اللي ممكن الناس الكبيره تبقى عارفاها، لكن الصغيرين الجيل الجميل اللي في اعدادي والثانوي للاسف حاجات كتير جدا مش عارفينها، فهم مش عارفين بيعملوا ايه. طيب التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده في الركعة الثانية لما بنصلي المغرب. مظبوط. ثلاث ركعتين وركعة العشاء. أما في صلاة الفجر مثلا اللي هم الركعتين بنقول التحيات كلها. طيب النص الثاني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما قلناهاش المرة اللي فاتت، بعد التشهد في دعاء ما بنقولوش، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا بعد التشهد قبل ما بسلم. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيخ الدجال. احنا الادعية دي احنا مش عارفين اخر الفتنة، اخر فتنة في من علامات يوم القيامة اول حاجة ظهور المسيخ الدجال. وأسوأ ناس في الدنيا هتبقى حاضرة الموقف ده، ودايما احنا بندعي ربنا ان ربنا ينجينا من الفتنة دي. طب من ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص ان بيدعيها، طب احنا ليه بنفوتها؟ وكان النبي حريص على دعوة تانية سهلة قوي بتتقال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت عارف الدعاء ده ممكن يفرق معاك في حياتك ازاي؟ ممكن يغير لك حياتك والله يوسف. يعني بص، هو فعلا الادعيه دي كلها مهمه، وكل حاجه فعلا احنا لازم نفضل متمسكين بها ان احنا نقولها. نرجع نكمل كلامنا معاك بعد الفاصل، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم على طول. لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم طبعا مع الداعية يوسف عادل، وبنتكلم دلوقتي يا يوسف عن الأدعية، وكمان خصوصا يعني أدعية السنة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها في الصلاة. تمام، فوقفنا عند التشهد وخلاص بنسلم، فبنسلم عادي جدا، السلام عليكم ورحمة الله،
السلام عليكم ورحمه الله. احيانا في حركه ما قلناش المره اللي فاتت، في ناس بتعمل كده، فده ده مش احنا قلناها بس قلنا دي مش مالهاش دعوه بالصلاه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حتى كان حد سالنا لما طلعنا انا وانت السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فالفقهاء قال لك نادرا وقليل قوي لما النبي قالها مره او مرتين في حياته، اللي هو في التسليمه الثانيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لكن هو الاصل السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله بس. ماشي. تمام؟ تمام. خلصنا الصلاه، هنا بقى اللقطه اللي بقولنا عشم في ربنا، هو احنا بنطلع نجري ليه؟ يعني انت سلمت، انت بتطلع، انت ليه بنحس ان احنا بقى ان احنا كانه حمل بنشيله؟ ده النبي كان بيقول لسيدنا بلال ارحنا بها يا بلال، مش ريحنا منها، ارحنا بها. فالنهارده المفروض ان احنا بعد ما بنخلص حاجه اسمها الاذكار، الصلاه بقى بعد ما خلصنا استغفر الله 3 مرات من قلبك. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ايه الاستغفار عليه يا شريف؟ ده احنا لسه مصليين. على اي كسور حصل في الصلاه، على اي سرحان، وما بالك السرحان اللي ممكن بنتعرض ليه، على اي فكره، على اي بصه عين في حته، انت موضع السجود مكان النظر علشان حتى تجيب الخشوع، فانت ممكن بصيت هنا، فكرت في كذا، ما حسيتش بالايات اللي انت بتقولها. فبنقعد نستغفر ربنا 3 مرات، مهم قوي من قلبنا. بنقرا ايه الكرسي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، كل واحده فيهم 33، وبنختم ال 100، الله لا اله الا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كده خلصنا ايه؟ ال 100. بنقرا سوره الاخلاص، كل اعوذ برب الناس، كل اعوذ برب الفلق. حاجه حلوه قوي، خلصنا كده الادعيه اللي بتقال بعد الصلاه. السؤال بقى هنا اللي هنختم بيه. انت خلصت الصلاه، تخيل لو انت بقت عاده، بلاقي الناس في المساجد ناس جميله قوي، ناس كبيره واغلبها ناس كبيره في السن، بعد الصلاه بتلاقي ليه كده ورد من الدعاء، خلاص خلص ختم الصلاه تلاقيه قاعد بيدعي 2 3 دقايق. انت ايه رايك لو الموضوع كله ما خدش 3 دقايق اذكار ودقيقتين دعاء؟ هيفرق في حياتنا ازاي؟ يعني انت خلصت الصلاه واستغفرت ربنا وقلت الاذكار كلها اللي بعد الصلاه وخلاص وحاسس انك مرتاح، تقعد بقى ايه دقيقتين كده رافع ايديك، ده من الاوقات الجميله اللي الدعاء مستجاب فيها بعد كل صلاه. فتخيل كده انك كنت كل يوم 5 مرات بعد الصلاه دقيقتين قاعد بتصلي على النبي وبتثني على الله عز وجل وقاعد بتدعي لنفسك فيه. انت حاسس ان انت ملكت الصلاه، انت حاسس ان انت مش قايم بتجري. انا بتكلم حته نفسيه دلوقتي، لما اولادنا يشوفونا بنعمل كده هم هيقعدوا مش هيطلعوا يجروا. صح. مش النهارده بعد الصلاه في صلاه الجمعه تلاقي الصلاة مجرد الإمام بيسلم كله بيجري على الباب، فين السكينة والهدوء والراحة؟ وفين إن أنا حاسس إن أنا مستمتع؟ يعني مش عايز أقول لك بقى إيه، مش هيجي الوقت، السنة المؤكدة بس مش وقتها، لكن على الأقل اللي إحنا بنقوله إيه؟ خلصنا الـ5 فروض، طب ما ندي لنفسنا مساحة إن إحنا نحاول نقعد وندعي ربنا كتير ونخصص. على فكرة يعني إيه نخصص؟ لما يكون عندك عشم في ربنا خصص كل فرد بدعوه لح فيها، ادعي زي ما انت عايز، بس خلي انت نفسك في حاجه، يبقى النهارده ان شاء الله يوم الدعوه الفلانيه، واقعد الح على ربنا ان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير يا رب. في النهايه الصلاه نور طبعا، الصلاه فتح، اي مشاكل في البيوت، اي ازمه ما بين زوجين، ولاد مش بارين باهاليهم، والله يا جماعه خلي الصلاه تدخل بيوتنا والقرآن يدخل بيوتنا، هنلاقي أنوار في بيوتنا يا رب. والله يوسف يعني استمتعنا طبعا، استمتعت بالكلام معاك ونستفيد منك دايما، ونتمنى طبعا يعني ان شاء الله كلنا يعني ربنا يتقبل صلاتنا يعني وصالح الاعمال. كده هتكون يعني خلصت فقرتنا معاكم عدي يوسف عادل وحلقتنا كمان، وهنشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 6:30 برنامج انبوكس على صدى البلد. سلام.